أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائم يقول: ما هو الرد على من يقول إن اليدين المذكورة لله عز وجل في القرآن أنها مجاز؟ هذا باطل، يعني ما هي بحقيقة. مجاز معنى ما هي بيدين حقيقيتين. هذا مذهب الجهمية، هذا مذهب الجهمية والعياذ بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.